موسم الحرث قارب على الانتهاء، وقد استقبله المزارعون هذا العام بزخم أقل من الأعوام السابقة. وتعتبر الزراعة البعلية موردا مهما للحبوب والأعلاف لسكان المنطقة، مما يتخذون من تربية المواشي نشاطا تجاريا لهم. ويختلف موعد الحرث من مكان لآخر، وله مسميات مختلفة باختلاف المناطق. الحرث هذا نبدأ فيه نحن يبدأ من شهر 9 ويقول التوت، لكن الأغلبية التوت هذا ما يحرثوش فيه، يحرثوا في النزول. النزول هذا من 25 10 وعدي، هذه في برقس في عامة يحرثوا طبعا قبل المطر، متوكلين على الله يحرثوا في قمح، يحرثوا في الشعير، وبعد تنزل المطر يحرثوا في قمح. جابت الدولة زراعة جديدة، هي الخفور والزراعة جديدة، لكن بالنسبة للدولة مقصرة معانا شوية. طبعا ظروف المواكين والهنية هذه غاليات، ظروف اقتصادية صعبة، إلى جانب عدم اهتمام الجهات المعنية على غرار الأعوام الماضية، جعل الإقبال على الحرث هذا العام مختلفا عن نظيره من السنوات المنصرمة. ويختلف موعد نثر بذور القمح والشعير، ويقسمه المزارعون وفق خبرتهم إلى فترات محددة. نبدأ من شهر الحرث المضبوط من 25 10 لعند شهر 12، في شهر 12 هو يبدو في القمح، بالنسبة من تو هذا الشعير. آمال المزارعين بالغيث النافع أن يغمر حقولهم ليكون المحصول وافرا ليحقق مكاسب مادية ويوفر علفا لماشياتهم.